شكرا صديق ورفيق مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تقدير للحاضرين والمشاركين والخبراء، تحية تقدير واحترام للعمل اللي يقوم به المنظمين، أساسا منتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون دون حدود، واللي نبيدنا في الهيئة الوطنية للمحامين تجمعنا بها عدة أنشطة ومشاريع مشتركة تهتم بالعدالة. طبعا اليوم موضوع اليوم اللي الحقيقة يسلط الضوء على منحى آخر من معناها النقاط المهمة في تاريخ البلاد وفي حضره من زاويتين مهمتين. الزاوية الأولى هي أنه التنمية، وهو الموضوع الحارق لكل التوانسة المؤمنين ضرورة وجود مستقبل زاهر لهذه البلاد. ثاني شيء هو في حد ذاته التنمية هو سبب كما جاءوا المتدخلين قبلي على أنه سبب المباشر والأولي للثورة اللي أطاحت بالنظام، ولكنه هو سبب كذلك يبقى مستجد كجرح لأنه ما صارتش فيه حتى شيء، وحتى التوجهات الحالية لا تنبؤ أنه هناك خطوات قاعدة تصير في المسار الصحيح، وهي معناها تهم كل جهات بلادنا العزيزة أساسا بوضوح في الخط الداخلي من الشمال إلى الجنوب، الشمال الغربي، الوسط الغربي، الجنوب الغربي، ولكن موجود في كل جهة من الجهات الجمهورية حيث ما ابتعدنا قليلا عن المركز، وفي بعض الجهات يوجد في المركز في حد ذاته كما جهة جيبس وأثارته السيد الرئيس. ثاني شيء مسار العدالة الانتقالية، المسار اللي في الهيئة الوطنية للمحامين مؤمنين به وندافع عليه، ونلاحظوا أنه في علاقته بعموم المجتمع التونسي يمر بصعوبات، صعوبات مع السلطة الرسمية، صعوبات مع جزء من المجتمع، وهذا ما يلزمناش نخبوه، لأنه البعض من التوانسة يعتبر روحهم هم ضحايا في ظل حاضر متاعهم اللي مرتبط بالمعيشة، مرتبط بالغلاء، مرتبط بالبطالة، مرتبط بعدد أشياء، ويبحثوا عن مستقبلهم في زوايا أخرى، لأنه العدالة الانتقالية ثقافة يلزم نوصل بها للناس الكل، وهذا ينبهنا الناس الكل لضرورة دعم التواصل مع كل معناها الفاعلين في بلادنا في كل الزوايا مهما كان موقعها. كذلك أعطي مسؤولية كبيرة للمجتمع المدني، لأنه المسار العدل الانتقالية مهوش مسار رسمي فقط، المسار الرسمي يشكل عنصر عنده مسؤوليته، ولكن اللي بيش يدافع واللي بيش يشيع الثقافة واللي بيش يضمن التواصل هو المجتمع المدني في عموم. في الهيئة الوطنية للمحامين نعمل من موقعنا وبالاشتراك مع شركائنا في كل المواقع في منظمات الكبرى وفي غيرها من الجمعيات المختصة على مساهمة في هذا المسار، من خلال سواء الدورات التكوينية، من خلال تدريب المحامين، هناك برامج مشتركة انتهت وهناك برامج مشتركة المفروض أنها تنطلق بعد مدة، باعتبار أنه هناك أطوار إيداع الملفات، هناك أطوار التقصي واللي فيها حتى المحامين معناها ممكن فضلوا أنهم مؤقتا يبدلوا نشاطهم من محامي إلى مشارك فاعل في هيئة الحقيقة والكرامة، هناك من فضل أنه يكون محامي ويقوم بدوره في هذا المسار، ولكن هناك كذلك الدوائر القضائية المختصة اللي خرجت فيها الحركة الأوامر والحركة القضائية والمفترض أنها تكون جاهزة للعمل. من جديد
أحيي هذه المبادرة، مبادرة إيداع ملف متميز، معناها أعطاء الضوء أو إلقاء الضوء على هذا المبادرة ذات الخصوصية، تعطي فكرة دائما للنقاش مع الخبراء في مواقع مختلفة. وحسب البرنامج الدسم الذي رأيناه من أعداد زملائنا، يشجع على إعطاء كثير من الأجوبة لعديد الأسئلة المطروحة، ويشكل دافع لممثلي الجمعيات والمنظمات والخبراء الحاضرين أنهم يستعملوا التجربة هذه في زوايا أخرى من زوايا بلاد. أتمنى التوفيق للعاملين على هذه الندوة اليوم، والتوفيق للجميع، وشكرا على هذه الاستضافة.